كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديد. بغيتكم كاملين تباركوا لتشاكي لانني اخيرا لقيت ليه مراته. شكون ما كيعرفش تيفاني؟ جايز الناس اللي ما كيحملوش تشاكي انا متاكده بانهم ما عمرهم ما تفرجوا في الافلام لان تيفاني وتشاكي شخصيته واعره وكيقتلوا بالضحك. المهم الا شنو غبر لي الاثر عرفوهم رانا دوليه. اليوم عندنا واحد القضيه واعره فيها واحد تويست خطير، ولكن قبل ما نبداو الكيس ديالنا بغيت نهضر لكم على زدانيا اكاديمي اللي كنت ديجا درت لكم عليها وبزاف منكم مشاو تقيدوا كلشي عجبو الحال الحمد لله. زيدنيا اكاديمي هي عباره عن واحد الفورماسيون اللي كتوريكم كيفاش تبداو بيزنس اولا بروجي ديالكم من الاول حتى الاخر، وكتوريكم طبيعه الحال كيفاش البيزنس ديالكم يكون مربح ماشي غير تجيب بحال هكا ودير شي حاجه عشوائيه. والفورماسيون طبيعه الحال ديال زيدنيا اكاديمي راه ديجا عندها بلاصتها في المغرب، هي بالشهاده ديال بزاف ديال الناس من احسن لي فورماسيون اللي كاينين، وانا كنعرف شخصيا المنشئه ديال هذه الفورماسيون هذه اللي هي نسيمه شرفي، فنقدر نضمنها لكم 100% على حسابي حيت هي قرات في ليكول محمديه دانجينيور وقرات استراتيجي في لندن. فكيف ما كنقولوا عارف علاش كتهضر، ماشي غير فقت شي نهار وقالت انا كخي فورماسيون. دارت شحال من بيزنس اللي ناجح وعاونت شحال من واحد باش انه يدير بيزنس ناجح. الفورماسيون بالدارجه فكلشي كيقدر يتبعها، فيها 12 موديول 72 درس و12 ساعه ديال الفيديوهات ديال نسيمه كتشرح ليكم. من اهم الحوايج اللي كاينين في هاد لي موديول هادو هي انها كتوريكم كيفاش تصايبوا بيزنس بلان، كتعاونكم انكم تلقاو فكره وليتود ديال المارشي اولا الدراسه ديال السوق باش تشوفوا شحال كاين ديال المتنافسين، واش فكره مربحه واش ماشي مربحه، وكتوريكم حتى كيفاش ديروا الماركتينغ ديجيتال يعني كيفاش تبيعوا داك البرودوي اولا داكشي اللي بغيتوا تبيعوه. وبما انها 100% اونلاين فكتقدروا بطبيعه الحال تبعوها اما من المغرب اما حتى الا كنتوا برا المغرب ديروها. وما تعرفوا تكون هاد الفورماسيون هادي هي النقطه اللي غادي تبدل لكم حياتكم صراحه بالنسبه لداكشي كامل اللي غادي تعلموا فيها. فالثمن ديالها جد رمزي لان الفورماسيون في الحقيقه كتسوى 1790 درهم وهما ناقصين لكم منها 1000 درهم يعني 790 كتبقى. واذا دخلتوا للسيت باش تاخذوها وكتبتوا سميتي غادي تزيد تنقص لكم 200 درهم يعني غتبقى الفورماسيون ب 590 درهم. الا تقيتوا غادي يعطيكم حتى لاكس لواحد الجروب ديال الفيسبوك اللي غادي تلقاو فيه بزاف ديال الحوايج، غتلقاو فيه بزاف ديال الناس اللي بحالكم حتى هما من فكره اللي عندهم صغيره اولا ما عندهمش كاع باغيين يديروا شي حاجه كبيره وعلاش لا. ونسيت ما قلت لكم بطبيعه الحال الفورماسيون راه كتخلصوها مره واحده وكتبقى عندكم دائما يعني لاكس كيبقى عندكم دائما. قراوها فوقاش ما بغيتوا، الا بغيتوا تعاودوها تقدروا حتى تواصلوا معاهم في واتساب اولا في انستغرام، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف وغادي نخليه لكم حتى في اول تعليق. وكنتمنى تانفيستيو في راسكم تعمروا مخكم، راه ماشي ضروري يكون عندك شي مبلغ خيالي باش انك تقدر تلونسي بيزنس. اهم حاجه هي الاراده والعزيمه والانسان يكون باغي يوصل، والله يسهل عليكم والله يوفق الجميع. ودابا غادي ندوزوا للكيس ديال اليوم، فإلا كنتو ريدي ليتس جو. القضيه الجد جد غريبه ديالنا ديال اليوم غادي تبدا عند واحد الكوبل. المراه سميتها لوز كويفاس، لوز كنظن بان الاو ديالهم كيقراوها حتى هما او بحال الطليانيين يعني سميتها لوز. المهم لوز كويفاس مجوجه بيستاش فيرا والدين جوج الكوكبات على حموضه جاست كيدين. هي بصح سميتها لوز ولكن هو سميتو بيدرو فيرا، وكانوا بجوجهم مهاجرين من بورتوريكو وجايين ساكنين في فيلادلفيا في امريكان. كانوا مازالين صغار بادين حياتهم كيبغيو بعضياتهم وعندهم جوج ديال الوليدات. هي كانت ربات بيس جالسه في الدار وهو كان خدام كميكانيكي اولا كيف ما كنقولوا حنا ميكانيسيان. كانوا عايشين عيشه ماشي ديال الرفاهيه ولكن عيشه محترمه. كانوا ساكنين في واحد الدرب رقيقي، عندهم دويره صغيره ولكن فيها جوج ديال ليزيتاج. المهم كانوا عايشين عيشه محترمه، وفي ديسمبر ديال 1997 غادي يرحبوا بفرد جديد في العائله لانهم غادي يولدوا بنيته. البنيته سميتها ديليمار وهي بنيته اللي كانوا باغينها من مروج ديال الوليدات. كانت كتحمق ووالديها كانوا كيتسطاو عليها. فهاد الحياه البسيطه والزوينه ديال هاد الكوبل كاين واحد المشكل صغير. بيدرو ولوز ما كانوش كيهضروا بالانجليزيه، كانوا كيهضروا فقط بالسبليونيه، وهذا الشيء كانوا قادرين يتعايشوا معاه ما كانش كيسبب لهم مشكل كبير، ولكن غادي يسبب لهم اول مشكل ملي غادي تزاد ديليمار. فاش غادي يمشيو للسبيطار باش البنيته تولد غادي يعطيو لبيدرو شي ورق باش يسنيهم، وهو كيف ما كنقولوا غادي يكون overwhelmed يعني داكشي غادي يكون كثير عليه ما فهموش. كلشي مكتوب بالانجليزيه وهو يلاه كيعرف يقول هاي هاو ار يو داكشي زعما اللي بسيط جدا، فما فهم والو في دوك الوراق وخاف لي يسنيو على شي حاجه ماشي هي هذيك ورفض انه يسني الوراق. هاد الديتاي هذا ماشي غير بغيت نزيدو مهم ومن بعد غتفهموا علاش. المهم في دوك الوراق كان عقد الزديات ديال ديليمار اللي باباها ضروري خاصو يسني على انه موافق ان هذيك بنته وانه غادي يتكلف بها. كنتفرج واحد البرنامج في يوتيوب اللي بغيتو تتفرجوا فيه سميتو باترنيتي كورت اللي هي بالعربيه محكمه الأب
الابوه. وهذا البرنامج هذا الصراحه كيجيني انا ممتع من داك النوع اللي كنبغي نتفرج فيه فاش كنبغي ندير بوز لمخي بحالو بحال 90 دايز فيانسي وداك الشيء. المهم كيجيبوا فيه اباء اللي هما كيكونوا شاكين واش داك الولد ولدهم ولا لا. شي وحدين كيكونوا يلاه تولدوا ليهم البيبي، شي وحدين كيكونوا ولادهم كبارين وكيكونوا العلاقات ديالهم مع مت البيبي متشابكه والمشاكل والدراما. ولكن تعلمت من داك البرنامج بزاف ديال الحوايج، ومنهم هاد القضيه هادي ديال عقد الازدياد. عقد الازدياد الا مشيتي تسنيتي في امريكان مشيتي فيها، فاش كتسني عقد الازدياد واخا ما تكونش متاكد انك انت الاب، اولا من بعد دير مثلا تيست ديال الدي ان اي ويخرج بانك ماشي انت الاب، القانون ما كيتسوق لكش يا حبيبي، وكتبقى تخلص النفقه على البعلوك او البعلوكه تيدور 18 عام واخا ما يكونوش ديالك، واخا تثبت قانونيا بانهم ماشي ديالك. يعني ديك اللحظه ديال الاب فاش كيمشي للسبيطار وكيسني ديك الورقه صافي كيسنيها نهائيه ديال 18 عام، ماشي سوقهم شنو غادي يوقع من بعد. فعرفتوا داك البرنامج فاش كنبقى نتفرج فيه شحال من واحد كيتزرف 18 عام، شي وحدين كيكتشفوا بان البيبي ماشي ديالهم كيبغيو يندبوا، لان كيف ما قلت لكم صافي تزرفوا تزريفه عالميه وغادي يبقاو يصرفوا على داك البيبي تيدير 18 عام. شو كارثه هي من واحد الناحيه مزيانه لانها كتلزم على الاب يصرف على ولده، ولكن راكم عارفين هما عندهم النيفو ديال الخيانه والروينه شويه طالع، فبزاف ديال العيالات كيزرفوا رجال اللي هما ماشي الاباء ديال الاطفال ديالهم وكيكونوا عارفين بانهم ماشي الاباء ديال الاطفال ديالهم وخا كيخليهم يسنيوا على داك العقد الازدياد. وهذه الصراحه احقر واوسخ حاجه تقدر ديرها شي مرا. المهم دابا نرجعوا للحظه اللي بيدرو ما سناش فيها عقد الازدياد لانه ما فهموش. وما يمشيش بالكم بعيد، البنيته راها بنت بيدرو بصح، مراته ما كتخونوش وهو عارف ومتاكد بان البنيته ديالو ما سناش الورقه فقط لانه ما كيفهمش الانجليزيه وخاف يتني على شي حاجه ويندم. المهم بيدرو ولوز ما كانوش هما الوحيدين اللي هاجروا من بورتوريكو الامريكان، كانوا بزاف ديال الافراد الاسره ديال بيدرو نيت حتى هما مهاجرين وكانوا ساكنين فيلادلفيا، يعني نقدروا نقولوا جيران، فكانوا كيجيو كيعاونوهم في البعالك وكانت الحياة ديالهم جد بسيطة ولكن كانوا فرحانين. نهار 15 ديسمبر 1997 كان يوم جد عادي عند العائلة ديال فيرا. لوز كانت كتجمع الدار وليداتها كانوا ناعسين وبيدرو كان خارج، وهي كتجمع الدار غادي تسمع واحد صداع غريب الفوق. فاش غادي تطلع غتسمع بان داك الصداع جاي من البيت ديال ديليمار. ما جات توصل البيت حتى شافت واحد المنظر مرعب وحتى شي ام كتستاهل تشوفه. البيت ديال بنتها شعل فيه العافيه وماشي الله بدات حرقات البيت وبدات كتخرج للدار. الشرجم ديال ديليمار كان محلول، فالدخان ديال العافيه بدا كيخرج وشافوه الجيران وغادي يجيو باش يعاونوهم. نقزوا من السور ديال الجرده ودخلوا وجابوا السطوله حاولوا يجيبوا الماء، ولكن العافيه كانت مجهده بزاف باش ناس عاديين يقدروا يطفيوها. الناس كيقولوا للوز هبطي 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 راه كلشي كيتحرق، ولكن هي قالت لهم ما يمكنش خاصني ضروري ندخل البيت ديال ديليمار. وخا البيت ديال ديليمار كيف ما قلت لكم كانت هي اللي شعل فيها العافيه، يعني مستحيل انسان يدخل ليها بلا ما يتحرق. ولكن واخا كانت الدنيا عامره بالدخان، دخان لدرجه انه كيقدر يعميك، لوز قدرت انها تطل وتشوف البيت ديال بنتها وبانت ليها النموسيه ديال بنتها خاويه. الشرجم كيف ما قلت لكم محلول على الحد ديالو. بحال اي ام في الموقف ديالها كتغوت فاش شافت بانها مستحيل تدخل البيت ديال ديليمار، غادي تمشي تجيب ولادها الاخرين بجوج وغادي تحاول تهبط باش تعتقهم. شي جيران اخرين اللي تبارك الله عليهم تاهما شجاعين بزاف غيطلعوا الفوق وغيديروا ما في جهدهم باش يقدروا يدخلوا البيت ديال ديليمار، ولكن مستحيل اللي دخل تما كان غيتشوط. من بعد غير شي دقائق البومبيه غادي يوصلوا وغادي يخرجوا اللوز بزز من الدار لانه ولا عليها الريسك بزاف تما، والعافيه كانت كتدلع بواحد الشكل خطير. الجيران غادي يعيطوا لبيدرو فعلا غادي يجي، ومن غادي يجي غادي يكون فات الحال وما عندهم ما يدير. وتخيلوا ان هذا الشيء كامل اللي قلت لكم راه فقط 14 دقيقه، يعني 14 دقيقه فقط من اللحظه اللي لوس مع داك الصداع الفوق حتى لدابا اللي الدار كلها تحرقات. راجلها بطبيعه الحال ما كانش في الدار فما وقع ليه والو، ولادها بجوج تاهما قدروا يخرجوهم لان العافيه ما وصلتش لهم بيتهم، قدروا يهبطوهم قبل ما تدلع. ولوز كانت الوحيده اللي تحرقات في وجهها ويديها لانها بقات كتحاول 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 تدخل البيت ديال بنتها. البومبيه بداو كيهضروا معاها كيحاولوا يقنعوها بان مع الاسف ما عندها ما دير، مستحيل تعتق بنتها، وهي كتقول لهم بنتي ما كانتش في البيت، انا واخا تحرقت راني طليت وشفت، والناموسيه ديالها كانت خاويه والشرجم كان محلول واخا انا ما حليتوش لان ديسمبر المود ديال البرد. قالت لهم بنتي ما ماتتش، شي واحد سرقها. بطبيعه الحال حتى شي واحد ما تيقها، كلشي قال بانها غير مع الصدمه كتقول داكشي، ما قدرتش تقبل الواقع ديال انها ما قدرتش تعتق بنتها ومات بحال هكا قدامها. المهم البومبيه غادي يبقاو يحاولوا يطفيو ديك العافيه، وفعلا غادي يقدروا يطفيوها وغادي يدخلوا باش انهم يشوفوا الحاله ديال ديليمار او الحاله ديال الجثه ديال ديليمار، لان بطبيعه الحال مستحيل تكون حيه. المشكله انهم ما غادي يلقاو حتى شي بقايا بشريه، كانوا في الاول لقاو واحد الحاجه اللي محروقه ما عرفوش شنو هي، ولكن فاش داوها للمختبر اكتشفوا بانها ماشي بقايا بشريه، كانت غير شي بلاستيك وتواب وداكشي تلصقوا مع بعضياتهم وتحرقوا فما عرفوهمش شنو هما. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بان ديليمار بصح ما كانتش في البيت، حيت المسعفين اللي جاو تما قالوا بان بيبي الله عنده 10 ايام يقدر يختفي في العافيه لانه صغير بزاف مسكين، فكيقدر يذوب كليا وما يبقاو موراه حتى شي بقايا.
غادي يحل واحد البحث باش يقدروا يعرفوا الاسباب ديال هذا الحريق، وغادي يلقاو بان في بيت ديليمار كانوا دايرين واحد السخان خدام بالضوء، وداك السخان كانوا مركبينه في واحد الرالونج، وداك الرالونج هو اللي شعلت فيه العافيه. قالوا بان داك السخان كان كيحتاج طاقه اكثر من اللي الرالونج قادر يعطي فتحرق. ما لقاو حتى شي عامل واحد اللي يخليهم زعما يشكوا بان هذاك حريق متعمد، يعني شي واحد جا وداره. واصلا كيف ما قلت لكم لوز كان ديك الساعه بوحدها في الدار غير هي وولادها اللي كانوا ناعسين. الدوله غادي تصيفط لدار لوز وبيدرو واحد الفحيصين طبيين اللي متخصصين في التقلب على البقايا البشريه باش يزيدوا يقلبوا على ديليمار، وفعلا غادي يمشيو. ولكن والو، كلشي كيقول بان ديليمار كانت صغيره بزاف وبان الحريق ذوبها. فهاد الحاله هادي واخا المختصين كاملين كيقولوا بان ديليمار تحرقات ولكن ما كاينش بقايا وما كاينش جثه، فالشهاده ديال الوفاه ما كتعطاش. واصلا والديها كانوا كيقولوا حنا بنتنا ما ماتتش، ورفضوا رفض كل انهم يديروا ليها جنازه. لوز كانت غادي تسطى جوج ديال الاسئله اللي كيديروا ليها في راسها النهار والليل كامل. علاش الشرجم كان محلول في ديسمبر وهي ما حلاتوش؟ وعلاش فاش طلعت في البيت اللي شعل فيها العافيه الناموسيه ديال ديليمار كانت خاويه ما شافتش بنتها؟ هادشي بطبيعه الحال غير هي اللي كتقولوا، يعني هي الوحيده اللي شافت داكشي، اما الناس الاخرين كاملين متاكدين 1000% بان ديليمار ماتت. غادي يدوزوا ايام واسابيع واعوام، والامل ديال لوز وبيدرو في ان شي معجزه توقع بدا كينقص. الاستقرار ديالهم كعائله هو بدا كينقص، ما قدروش يتخطاو ديك الصدمه ديال الحريق وبنتهم مشات لهم قدام عينيهم. فبجوجهم كانوا معصبين وما فرحانينش، وهادشي اثر لهم بزاف على العلاقه ديالهم. واخا هكاك بقاو متشبتين في بعضياتهم، ومن بعد عامين غادي يولدوا بيبي اخر اللي غيكون هاد المره وليد، غيسميوه سامويل، وغادي يديروا ما في جهدهم باش انهم يرجعوا للحياه ديالهم اللي كانت قبل من الحريق. في العام النيت اللي غادي تولد سامويل، يعني عامين من مور الحريق، غتوقع واحد الحاجه جد 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 غريبه لبيدرو. كان معروض لواحد البيبي شاور ديال العائله. فاش غادي يوصل لديك القاعه اللي دايرين فيها البيبي شاور، غادي يتلقى واحد الكوزين ديالو اللي بعيده، يعني بنت خالته ولا ما عرفتش كتجيه. المهم هذيك بنت خالته كانت عندها بنيه سميتها اليا، وبيدرو فاش غيشوفها غادي يجي واحد الاحساس غريب جدا، وداك الاحساس كان قوي لدرجه انه خلى بيدرو مشى من داك البيبي شاور، ما كملش معاهم الحفله. فواخا مشى من الحفله حتى شي واحد ما دعا عليه، لانه هو ولوز كيديروا شي حوايج غريبين. بجوجهم متيقن بان بنتهم باقا حيه لدرجه انه ما قدرش حتى يتحمل يشوف بنيه صغيره اللي في العمر ديال بنته. لوز بطبيعه الحال النفسيه ديالها كانت محطمه، فما قدرش يمشي مع داك البيبي شاور. فاش غيمشي للدار يقول لها شنو وقع ليا، شنو شفت، شنو شفت، وراني رجعت لانني حسيت بواحد الاحساس غريب وهذا. وهي غادي تقول ليه هذه الحياه كتعطينا واحد الاشاره باش اننا ما نبقاوش مربعين يدينا ونقلبوا على بنتنا. قالت لي عافاك واش تقدر تعطيني 500 دولار، انا باغا ناخذ واحد المحقق خاص يعاوني. هو قال لها مين نجيب لك انا 500 دولار، لان بطبيعه الحال كان هو الوحيد اللي خدام وعندهم 3 ديال الوليدات، فبالنسبه ليهم 500 دولار مبلغ كبير، وهو مسكين ميكانيكي يلاه يلاه كيتقاتل باش يوكل وليداتو ويلبسهم. فاللود غتبدا تمشي عند المحاميين تشوف واش شي واحد يقدر يعاونها يقدر يفهمها. بطبيعه الحال حتى شي محامي ما بغى يعاونها فابور، وارخص واحد طلب ليها 100 دولار للساعه، مبلغ اللي بالنسبه للود ما خداماش وراجل على قد الحال كيبان ليها خيالي. ففي عام 2000 غادي تطيح في واحد الاكتئاب عميق جدا، ما تقدرش تعيش مع داكشي اللي وقع لبنتها. غادي تبدا تمشي عند البسيكياتر اللي غادي يشخص لها الحاله ديالها بانها تعرضت لصدمه كبيره اللي خلاتها تغرق في الاكتئاب. وهذا الشيء مع الاسف غيتسبب في ان لوز وبيدرو بداو كيبعدوا على بعضياتهم والعلاقه ديالهم خسرات، فغيقرروا انهم يتفارقوا. غادي يمشيو لجانفي ديال 2004، يعني تقريبا 6 سنين من مور الحريق، وعام باش لوز وبيدرو تفارقوا. لوز بقات عندها علاقه زوينه مع العائله ديال بيدرو، ففاش كانوا كيديروا شي مناسبه او شي حاجه ديما كيعرضوا عليها. خت بيدرو اللي سميتها ايفلين كانت دايره العيد ميلاد لبنتها، وعرضت على لوز على اختها، ففعلا غادي يمشيو. كانوا دايرينها في واحد القاعه ومزوقين داكشي، وكاين بزاف ديال الوليدات. ولوز منين غادي تدخل وهي عينيها على واحد البنيه؟ شكون هي هاد البنيه؟ بنت كارولين. كارولين اللي هي الكوزين البعيده ديال بيدرو اللي كنت قلت لكم. يعني إليا هي نفس البنيه اللي كان شافها بيدرو وجا داك الاحساس ومشى من البيبي شاور. لوز جا واحد الاحساس جد غريب اللي ما عمرها ما حسات به، احساس ديال ان إليا هي بنتها ديليمار. فالناس محتفلين وكيشطحوا وهي غير مركزه على ديك البنيه وكتفكر في شنو تقدر دير. فغادي يطيح عليها واحد البلان، غتمشي عند البنيه غتقول لها شوفي راه عندك المسكه في شعرك، وغادي تشد واحد المقيس صغير وغيتقطع لها شويه من شعرها. غادي دير داك شويه ديال الشعر في واحد المشوار وغادي تخبيه في ساكها. لوز تعلمت هادشي فقط من الافلام والمسلسلات، لانها كانت حماق على داكشي اللي عنده علاقه مع البوليس مع المخابرات وهادي وهادي. ففايت شايفاهم داروا هاد القضيه هادي وعاودت نفسها. هاد التيست هذا كنساوي ما عرف 400 ولا 500 دولار، وهي واخا هكاك غتقرر ديرو رغم ان هادشي غادي يعني انها غتحط الفلوس كامل اللي عندها. غادي تجيكم لوز حمقى، الصدمه ديال الموت ديال بنتها اثرت عليها، فقط لانها جا هذاك الاحساس الغريب مع ديك البنيه نطقت عليها شعرها وتمشي دير الدي ان اي فعايل ديال الحماق. ولكن لا، الشكوك ديالها ما كانوش مبازين فقط على ان البنيه كتشبه شويه لولادها وعلى ان جا هذاك الاحساس وهادي وهادي، كان عندها
عندها سبب اخر. وباش نوصلوا لهذا السبب نتعرفوا بعد شويه على كارولين اللي هي مت البنيه. كارولين كوريا العلاقه ديالها مع الكوزان ديالها بيدرو كانت علاقه عاديه، يعني ما كانوش مقربين جدا، كيتلاقاو مره الا شي واحد احتاج فيهم شي حاجه الاخر كيعاونوا، ولكن ما بيناتهم شي صداقه اللي كبيره. كارولين كانت مزوجه وعندها ثلاثه ديال الوليدات، ومن مور دوك ثلاثه ديال الوليدات غادي تقرر انها تعقم راسها باش ما تعاودش تولد، يعني غادي تستريليزي راسها بعمليه اللي لا رجعتها فيها، ما تقدرش من بعد تبدل رايها وتمشي تحيدها ولا شي حاجه. المهم غادي دير ديك العمليه، غادي تكمل حياتها، وغادي تلاقى واحد الراجل اخر اللي غادي تولي كتبغيه حتى هو غيولي كيبغيها، وغادي يبدا واحد العلاقه. هذاك الراجل ما كانش عارف بان كارولين دايره العمليه، فغادي يبدا يقول ليها انا بغيت معاك بيبي اللي يكون من دمي ولحمي. الحلم ديال الحبيب ديالها الجديد غادي يتحقق، لان بشي معجزه كارولين غادي تحمل. غيبدا يجيها الوحم كيف ما كنقولوا حنايا، كرشها غادي تكبر، غتوصل 8 شهور، العائله ديالها كلهم غيكونوا مصدومين من داك الحمل، ولكن غتقول لهم انتم شوفوا راني قدامكم، هذه معجزه من عند سيدي ربي، انا حلمت هذا الحلم وربي بغى يحقو ليا. هادشي اللي كنقول لكم في عام 1997، يعني نفس العام اللي لوس كانت غتولد فيه ديليمار. ولكن هما كيف ما قلت لكم كانوا مبعدين على بعضياتهم، فما كانوش كيشوفوا زعما بعضياتهم كل نهار، كل واحد عايش حياته. فكارولين عايشه حياتها مع الحبيب ديالها، وصل لها حتى هي الوقت فاش تولد، ولوس حتى هي ولدت ديليمار. نهار 15 ديسمبر 1997 اللي هو النهار ديال الحريق، كارولين غادي تعيط لبيدرو، غادي تقول ليه على فكره الطوموبيله ديالي كدير واحد الصوت ماشي هو هذاك، واش نقدر نجيبها لك تشوفها؟ فعلا غادي يقول لها بيدرو اجي ماشي مشكل، غادي تمشي عنده للدار. وكانت هذيك اول مره كتمشي عندهم لدارهم، وثاني مره فقط اللي كتلقى لوز، يعني فايته شايفاها غير مره واحده في حياتها. المهم كارولين غادي تدخل للدار، بيدرو كان برا كيشوف لها الطوموبيل ديالها، وغيكون واحد السكوت غريب ما بينها وبين لوز لانهم ما كيتعرفوش، ما عارفينش راهم شنو غايقولوا. المهم كارولين غتقول لها انا يلا ولات، غادي تسولها على البيبي ديالها وهذا وهذا، هضره عاديه ما بين جوج العيالات يلا كيتعرفوا. وصافي لوز غتقول لها سمحي لي اختي خصني نكمل الشقه، وغادي تنوض كتجمع دارها. كون دارتها شي وحده من العائله المغربيه ويلي 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 ويلي، عاجي كلشي ساقله الاخبار، كلشي بقى يقول على هذيك العروسه قليله الاداب، ومشات عندها السيده ونايضه كتجمع الدار ومخلياها، زعما حنايا شعب عجيب. ولكن صراحه انا جاتني عاديه، صافي ما عندها ما تقول لها السيد كي صايب لها الطوموبيل تتسناي. الحاجه الوحيده اللي كانوا يقدروا يهضروا عليها وكانت كتجمع بيناتهم هي انهم جوجهم يلا ولدوا. صافي لوز غتنوض كتجمع دارها عادي، غادي تكون في الحمام ولا ما عرفتش داكشي كتجمع شي حاجه، وفاش غتخرج للصالون غتلقى بان كارولين مشات بحالها. غير شويه من بعد كارولين غادي ترجع وغتقول ليها راني نسيت ساكي، غادي ناخذو بالزربه ونمشي بحالي. فعلا داكشي اللي وقع، بيدرو غادي يعطيها الطوموبيل ديالها وغادي يمشي باش يقضي شغله. ولكن هاد القصه اللي عاودت لكم وجهه النظر ديال بيدرو ولوز فقط، اما وجهه النظر ديال كارولين مختلفه. مي غنحفروا شويه في الحياه ديال كارولين، غادي نلقاو بانها فعلا كانت حامله، ولكن الحمل ديالها كان وهمي، قنعات راسها بانها تقدر تحمل. ديجا كنت شرحت لكم شرح مفصل ومدقق على هذا الحمل الوهمي في واحد الفيديو اخر، ولكن الجسد ديالها وهمها بانها حامله، او بالاحرى وهم الناس الاخرين بانها حامله، حيت هي كانت عارفه بان الحمل ديالها مستحيل، السيده ما عندهاش الوالده مستحيل تحمل. فشنو مثلا غيقدر يكون وقع من مور مالوز نات كتجمع دارها؟ تقدر كارولين تكون طلعت الفوق خرجت البيبي من الشرجم، وهذا الشيء اللي كيشرح بان الشرجم كان محلول، من بعد رجعت باش تاخذ ساكها باش تخلي لوز انها تشوفها. يعني ها انت شوفيني راني ما هزه والو، رجيت ناخذ ساكي ونمشي بحالي. ديليمار كانت في العمر المناسب جدا باش ان كارولين تقول للحبيب ديالها والعائله ديالها بانها راها بنتها، وكنظن بانها فاش خدات البيبي بدات الحريق اللي بدا بشويه بشويه، لان غير شي دقائق من مور ما مشات الحريق تدلع. هادشي دابا حنا غير كنقولوا يمكن هو اللي وقع، مازال التست ديال الدي ان اي مرجع. بنت كارولين اللي هي سميتها اليا او لا الايا ما عرفتش كيفاش كيقولوها، مقيد في العقد الجديد ديالها بانها تزاد نهار 6 جانفي 1998، يعني 3 ديال السيمانات من مور ما تزاد ديليمار. اليا ما تزادش في السبيطار، كارولين كتقول بانها ولدتها في الدار، وحتى الحبيب ديالها ما كانش معاها. وعام من مور ما تزادت اليا، كارولين غادي تمشي عند الحبيب ديالها اندري، وغادي تقول ليه بان اليا ماشي بنته، غادي تقول ليه بانها خانته وكذبت عليه. هو في الاول ما غاديش يتيقها، غادي يمشي يدير التيست ديال الدي ان اي، وغادي يلقى بان البنيه فعلا ماشي بنته، فغادي يمشي بحاله وغيتفارق مع كارولين. علاش دارت هذا الشيء الله اعلم صراحه، حتى شي واحد ما عارف. من بعد غادي تحول نيو جيرسي بطبيعه الحال، غادي معها بنتها وغادي تربيها بكل حب. كانت مقيده في الكلاسز ديال التمثيل، شاركت في المسابقه ديال ملكه الجمال ديال الوليدات الصغار، غادي تربي ولادها بربعه بهم بوحدها، وتكون الحياه ديالها عاديه. اوكي نرجعوا لديك الزغيبات اللي لوز خداتهم وداتهم باش دير تيست ديال الدي ان اي ما بينها وبين دوك الشعيرات، والدي ان اي تيست غادي يخرج تيست متطابق كليا مع لوز. هذيك ماشي اليا، هذيك ديليمار بنتها. بطبيعه الحال غتمشي عند المحققين، غتقول لهم ها شنو ها شنو، غتعاود لهم كل شيء، والناس غادي يتصدموا كيفاش هاد الصدفه هادي ديال انها شافتها غير على الله. يعني كون ما كانش داك العيد ميلاد ما عمرها ما كانت غادي تشوف بنتها. ولكن غير باش يتاكدوا الدوله غادي تصيفطها دير تيست ديال الدي ان اي اخر عندهم، وحتى هو غادي يخرج متطابق. هنا
المحققين غادي يبداو ينبشوا شويه في الماضي ديال كارولين باش يفهموا علاش دارت هذا الشيء، وغيلقاوها بان هذه ماشي اول مره كدير شي فضيحه. عام قبل ما تزاد ديليمار في 1996 كانت خدامه السكرتيره ديال العمده وغادي يحصلوها كتسرق. فبطبيعه الحال من يحصلوها كتسرق كانوا غيجريو عليها، ما عمرها ما غتعاود تخدم معاهم في حياتها. وشنو غادي دير؟ غادي تمشي في الليل للبيرو وغادي تحرق كل شيء باش دوك الدلائل اللي عندهم عليها على انها سرقات حتى هما يتحرقوا ويمشيو. البلان ديالها ما صدقش لان العافيه ما شعلتش مزيان، ولكن غادي يحكموا عليها بالتهمه ديال اشعال النار والتهمه ديال الاختلاس. غادي تحكم بخمس سنين ولكن مع وقف التنفيذ، يعني ما غاديش تدوز الحبس. وبطبيعه الحال هذا الخبر هذا اللي اكتشفوا في الماضي ديال كارولين راه ريد فلاج، يعني السيده مجرمه. واكتشفوا بان فاش الدوله بغات دير البنيه تيست ديال الدي ان اي تاني، كارولين غادي تصوت لها شي عجب في وجهها وغيدير لها واحد الليكيد فمها وغتقول لها ما تسرطيش تيديروا لك الدي ان اي باش زعما الدي ان اي تخرج خاطئه. ولكن عاوتاني مره اخرى البلان ديالها ما صدقش والدي ان اي كيف ما قلت لكم خرجات. من مور ما خرج التيست ديال الدي ان اي فاش مشاو يقلبوا على كارولين باش يشدوها لقاوها هربات ما كايناش. فبطبيعه الحال غادي تولي ريشيرش غيوليو يقلبوا عليها، وهذه المطارده هذه ما غاديش تطول بزاف لانهم غادي يلقاوها من بعد 3 ايام فقط. فغادي يشدوها عندهم بكفاله ديال مليون دولار، يعني بغيتي تحاكمي وانت خارجه خلصي مليون دولار اللي اصلا بطبيعه الحال ما عندهاش. هذا المبلغ كان خيالي وكبير لان التهم جد ثقيله، كانوا متهمينها بالاختطاف، اشعال النار، الاعتداء، اخفاء مكان وجود الطفل، والتدخل في الحضانه ديال الطفل يعني حيدته من والديه. البنيه بطبيعه الحال شدتها الدوله تيشوفوا شنو غيديروا، ولوز كانت كتسنى غير اللحظه اللي غتقدر تلاقى فيها مع بنتها وتعنقها. ولكن الاطباء النفسيين ديال الاطفال كانوا خايفين بزاف من هذا اللقاء لان ديليمار كتعرف ام وحيده وهي كارولين، زائد ان كاين مشكل اخر اللي كفس من هذا الشيء. لوز ما كتهضرش بالانجلي، واليا اللي هي ديليمار ما كتهضرش بالسبليونيه وما كتفهمهاش لان كارولين كانت كتهضر معها فقط بالانجلي. المهم الاطباء النفسيين غادي يجلسوا مع ديليمار وغادي يشرحوا لها بشويه بشويه. بطبيعه الحال هي غتعصب غتبدا تبكي لان بالنسبه لها كارولين ماماها راه كتبغيها عزيزه عليها سنين وهي كبره مع ام، ويجيو يحيدوها بهذه الطريقه هذه ويقولوا لها حق ما حق هذيك ماشي امك غير خاطفه، راه الصدمه. بدات كتبكي كتقول لهم انا ماشي سوقي جيبوا لي ماما، انا ماما هي كارولين بغيتها وهذه وهذه. ولكن الاطباء غيجلسوا معها بشويه وغيشرحوا ليها شنو وقع شنو وقع، راه ماماك هي لوز راه كتبغيك بزاف وها شنو دارت على قبلك والسيده الاخرى خطفاتك والبنيه واخا صغيره غادي تفهم. فاخيرا غادي يجي النهار اللي ديليمار غتلاقى مع لوز، وبطبيعه الحال غيتلاقاو في واحد الغرفه عائليه ديال الخدمات الاجتماعيه، غيكونوا معاهم الاطباء النفسيين وكل شيء. ولوز كانت كتسنى هاد اللحظه هادي بفارغ الصبر. ففاش لوز غادي تحل الباب ديليمار غتكون مخبيه تحت واحد الطبله وغادي تخلعها زعما غادي تفرح بيها، ولوز غادي تبقى تبكي ما تقدرش تحبس راسها من البكا، وغادي تكمل عليها فاش قالت لها واش عرفتيني شكون انا، والبنيته غتقول ليها انت يا ماما. المهم نرجعوا لكارولين، في 2005 غتبدا المحاكمه ديالها والمحامي ديالها غيدافع عليها. ريلي بطبيعه الحال المحامي ديالها غيدافع عليها، اش غيدير تما؟ غادي يقول بان هذاك الشيء اللي دارت ماشي لخاطرها، بانها كانت كتعاني من الحمل الوهمي هو اللي خلاها دير هذا الشيء، بان هذاك مرض نفسي، وبان فراسها تيقاس بان ديليمار بنتها وانها خصها تعتقها من تما. والمحامي ديالها غيقول شي حاجه غريبه، غيقول بان كارولين ما كانتش تقدر تنفذ ديك الخطه ديالها بوحدها وبان شي واحد عاونها. شكون هو هذا الواحد؟ غادي يشير اصابع الاتهام على بيدرو، غادي يقول بان بيدرو اصلا ما كانش باغيها لانه ما سناش عقد الازدياد ديالها. بيدرو غادي يقول لهم نتوما راه مزنزنين، انا ما كنعرفش لونجلي وما سنيتش داك الوراق لان خفتي يسنيوني على شي حاجه ما كنعرفهاش. كارولين في المحكمه ما بيناتش بزاف ديال الندم، غتعتذر فقط على حاجه وحده، غتقول لهم اسمحوا لي على هذه الحيره والارتباك اللي ركبت في العائله، يعني ما فهموش شنو وقع. المهم الدفاع ديال كارولين نقدروا نقولوا ما قدرش يقنع القاضي، فغادي يحكم على كارولين ب 9 سنين ديال السجن مينيموم وب 30 عام ماكسيموم، يعني من مور 9 سنين غتقدر تطلب استئناف وميبي ميبي تقدر تخرج في استئناف. ديليمار غترجع تعيش مع ماماها وغتادابت مزيان مع خوتها، غيبدلوا لها السميه ديالها قانونيا في الوراق من اليا لديليمار. دابا حاليا عندها 27 عام، حتى هي تزوجات ولدت وليد، خدامه في الاغاشه ولا الموارد البشريه ديال واحد الشركه ديال التاجير كياجروا يمكن الديوره للناس. وتقدروا الا بغيتوا تدخلوا الانستغرام ديالها وتشوفوا كيفاش عايشه، يعني باين عندها حياه ستابل وزوينه. اما بالنسبه لكارولين ففعلا غدوز 9 سنين ديال الحبس وغدير استئناف، وفي الاستئناف ديالها غادي يخليوها تخرج في 2013. بطبيعه الحال منعوا عليها منعا كليا انها تكونتاكتي ديليمار اولا العائله ديال ديليمار كامله، ما عندهاش الحق كاع تهضر معاهم، الا هضرات معاهم تقدر تعاود ترجع للحبس. ما عرفتهاش من مور ما خرجت من الحبس شنو كدير شنو كتصنع في حياتها، ولكن بغيت نعرف الراي ديالكم نتوما، واش بان لكم بانها خدات الجزاء ديالها الكافي؟ والسؤال هو واش كتظنوا فعلا ان شي واحد عاونها اولا داك البلان قدرت ديرو بوحدها؟ لان باش تخرج البيبي من الشرجم تهبطوا لتحت عاوتاني ترجع للساك وديك القضيه كامله ديال الطوموبيل، واش كتظنوا فعلا بان بيدرو يقدر يكون عاونها؟ والا كان فعلا عاونها علاش؟ حيت لنفرض انه ما كانش باغي بيبي اخر مع لوز، علاش من بعد الحريق بعامين غيعاود يولد معاه وليد اخر اللي غيسميوه سامويل؟ كنتمنى تكون عجبتكم القضيه ديال اليوم، انا عجبتني وكي جيتكم ما بقيتش كنغبر عليكم، كنتمنى تكونوا فرحانين. كومنتوا لي الفيديو، وبغيت نقول الله يرحم الناس
كاملين اللي ماتوا في فلسطين بطبيعة الحال هما راه ديما في البال وداكشي اللي كنقدروا نديروه راه كنديروه، ولكن في كل فيديو كنبغي نذكرهم يا ربي يحن عليهم ويدير لهم شي تاويل ديال الخير. وهذا الشيء اللي كاين بداتو بزين ديالي. انا نتلاقى معكم في الفيديو الجايه. تهلاو فراسكم، باي باي.